القصة قصة عناد، بدها تحديكم لتحس حالها بطلة. أنا بشارتك باللحظة اللي رح يرجع لها رح تتركه وتروح تفتش على حب حقيقي. طيب إذا ساعدتها مثل ما عم تقولي وخليتهم يتواصلوا مع بعض، وبعدين راحت اتجوزت وشو؟ إذا هالاحتمال وارد وأنا بشك كتير بهالشي، على القليلة تكون أنت بالصورة وتعرف حالك شو بدك تعمل. هيك هيك سوزان ما رح تحل عنه إلا لما توصله. خلينا نساعدها توصله بلا مشاكل ووجع راس، وبعدين منشوف. معك رقم تليفون الأوتيل؟ طبعا، ما أنا اللي جبت لها العنوان. اطلبي لي. هلو، بليز روم 243. الو. اوكي، نو بروبلم، ثانك يو. شو؟ مش امبارح بالليل؟ يا لطيف، هيدا مش بس خايف، هيدا مرعوب. شو هالعيلة اللي بتخوف هالقد؟ ما تعتل هام، من هون لليل بكون عرفت لك وين صار.